كما أعلن محافظ الأسكندرية محمد الشريف أن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي بجميع المواقع التخزينية قد بلغ نحو 35 ألف طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح في 27 من إبريل الماضي حتى الآن. جاء ذلك خلال جولة المحافظة التفقدية لمتابعة سير انتظام أعمال توريد القمح بصومعة الكينج ماريوت التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع التي تبلغ ساعتها التخزينية 60 ألف طن والمكونة من 12 خلية ساعة كل خلية 5000 طن. جايين نطمن على عمليات توريد القمح. خلينا اقول لك يمكن النهارده واحنا بدانا عمليه التوريد يوم 27/4 ان احنا وصلنا 35 الف طن. ده انا بعتبره انجاز كويس جدا لان السنه اللي فاتت ما حققناش النسب دي خالص. ولازم انت هتساليني تقول لي ايه اللي رفع النسبه دي؟ كويس جدا، وهو ان الدوله كانت مهتمه جدا وحريصه على الفلاح والمزارع، و طن القمح اللي كان العام الماضي ب 880 جنيه لا السنه دي الدوله عاملاه بالضعف 1500 جنيه على الاقل، فده حاجه كويسه جدا. النتائج مبشره بالخير، في توريد كثيف من الموردين من المزارعين. الاسباب اللي ادت لذلك طبعا احنا عارفين كلنا ان توجيهات القياده السياسيه ان لازم سعر القمح يتغير، وبالفعل تقريبا زاد بنسبه 100%. السنه اللي فاتت كان 885 الأرداب، السنة دي 1500 جنيه للأرداب، إلى جانب أن معالي وزير التموين أصدر تعليماته بصرف حافز بالنسبة للمزارعين والموردين، هيبقى ليهم 10 كيلو رد على كل أرداب بيتم توريده.